السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، عندي ألتيما 2011 أربع سلندر. إخواني، أنا كنت أعاني من مشكلة بالسيارة اللي هي معروفة عند الكل، يعني الار بي ام يطلع عالي والسيارة يبطل فيها سحبية عند الدعس العادي. لفينا المحلات كلها، محلات الميكانيك، محلات الجيرات، محلات كل شيء كهرباء، كله يقول لك ايش، بدل جير بدل جير. طب يا اخوان، هاي المشكلة، حدا يفحص كذا؟ ما في بدل جير. نيسان التيما مثل ما تشوفوا يا شباب، يعني مو ماشي 190 بس. يا اخوان، نصيحة اللي تواجه هذه المشكلة، فورا اشتري في اداة تقرأ الكودات، تشتريها اونلاين تقرأ الكود. وبحط لكم الرابط هاي الأداة، تشتريها تقرأ الكود، تبحث على جوجل يطلع لك المشكلة. أنا المشكلة اللي كانت عندي هي مشكلة حساس السرعة. يا شباب انتبهوا، حساس السرعة نيسان ألتيما سعره ما يتجاوز 5 دنانير. بدله أحسن ما تبدل جير كامل اللي يكلفك 300 دينار كويتي طبعا. فهاي نصيحة سريعة للأخوان، علشان والله أنا يعني صرت صارف عليها تبديل زيت، فلاتر، تبديل كل شيء، يعني ممكن كله يقول بدل جير، وحساس صغير 5 دنانير يعني أمورك طيبة ويحلل لك المشكلة. فهذه معلومة صغيرة اللي يحب يشارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.